السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة مطبخ داري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم فطائر تركية كتجي سهلة في التحضير والمكونات ديالها بسيطة. في عجبتكم الوصفة ما تنسوش أنكم تابونا في لاشين باش تصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنسوش أنكم تدعموني باللايك ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاجوا في المكونات: كأس ونصف من الدقيق الأبيض، كأس من دقيق القمح، 50 مليلتر من زيت الزيتون، وقبصة من الملح، قبصة من السكر أو قليل من السكر. وغادي نحتاجو حليب دافئ لجمع الخليط، فغادي نخلطو هكا الكل جيدا. يعني العجين كيخصها تجينا رطبة، ما كتجيناش العجين قاصحة، نخليوها عجين رطب. نجمعوا العجين جيدا يعني تيولي لنا عجين متماسك. ونعاودوا نتلاقاو اخواتي. بالنسبه للحشوه فغادي نحتاجوا الخضر اللي عندكم: فلفل اخضر، فلفل احمر، والبصل، والبصل زائد اللحم المفروم كما كتلاحظوا معايا. ضفت معاهم ملعقه من البقدونس، زيت الزيتون فاش يتشحروا، وفلفل اسود، فلفل الاحمر، والزنجبيل. غادي نرد الكل يتشحر جيدا ونعاودوا نتلاقاو. من بعد ما خمرت لنا العجين ديال الفطائر، انا هنايا صوبت السميد كما كتلاحظوا، وغادي نطلقها رقيقه يعني ما غادي ما خصهاش تكون غليظه. هنايا غادي نجيب واحد الطابع وغادي نطبعهم على هذا الشكل هذا. غادي نجيب قطعة من الجبن يعني هذا الجبن المربع، ممكن انكم ديروا الجبن الاحمر. اختيار كيبقى لكم. على هاد الشكل هذا. دابا كنجيبو الحشوة من بعد ما طابت، كتجي على هاد الشكل هذا، وكنبقاو نعمرو الحبات اللي عندنا. يعني عمرو غير القياس باش ما تخرج لكمش الحشوه. على هذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا معايا بهذه الطريقه هذه. دابا كنجيبو هكا فرشيطه، كنغلقو جيدا بيدينا
يعني هاد العجينة هادي مازال كتجمعوها وتخدموا بيها. وكنضغطوا بالفرشيطة على هاد الشكل هذا. وكنوضعوهم في الصفيحة ديال الفرن، اما تكونوا دهنتيوها بالزيت او تصوبوا يعني ورق الفرن او ورق الزبدة. فانا غادي نكمل بنفس الطريقه، تنسالي الكميه اللي عندي كامله ونعاودو نتلاقاو. من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي غادي نوضع هكا فيهم ثقوب باش ما يتنفخوليش. هنايا وضعت بيضه كامله مع قطرات مع ملعقة من الحليب. في الأثناء هذه رديت الفرن يسخن، كندهنو حتى الجوانب. فوق كديروا اما الحبه السوداء او الزنجلان او كتخليوهم هكا، الاختيار كيبقى ليكم. انا غادي نوضع فوق منهم الزنجلان او السمسم ونعاود نتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالهم النهائي من بعد ما يطيبوا. اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا، كيجيونا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا، كيجيو مورقين ورائعين صراحه، كيجيو في المذاق. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم جربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابونا فلاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم. ونهايه الوصفه دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.